بحضور كافة ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بعالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، كشفت سامسونج الستار عن أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيا تتمثل بجهاز سامسونج جالكسي نوت 3. بالإضافة للساعة الذكية سامسونج جالكسي جير يلي بتبقي المستخدم على اتصال مع هاتفه الخلوي من دون الحاجة لحمله أثناء التواجد داخل العمل أو المنزل. بداية هذا الجهاز هو باكورة أعمال سامسونج من ناحية الهواتف المتنقلة، يعني الفيتشرز والإضافات والمكونات اللي حطيناها فيه من ناحية تكنولوجية ومن ناحية كونتنت ومحتوى فعلا راح تأثر على زي ما حكينا احنا هلا بإعلاناتنا، راح تشوف نسق حياتك أو صمم حياتك. وهي بالأحرى يعني لما تيجي تطلع على هذا المصطلح هو صحيح، لأنه المحتوى اللي حطينه فيه، البرامج اللي حاولنا بقدر الإمكان إنها تتلائم مع احتياجات المستهلك أو بخلال يومه هي رائعة وكثيرة، وتسهيل العمليات اليومية اللي بيقوم فيها المستهلك فعلا راح تسهل له حياته وراح تعمل له نوع من تصميم لجدول اليومي. حفل الإطلاق تم بحضور ممثلي سامسونج المشرق العربي بالإضافة لموزع سامسونج المعتمد الوحيد في الأردن DCI. فئة النوت هي فئة جدا مهمة، تم إطلاقها قبل 3 سنين وكانت سامسونج إلكترونيكس هي السباقة في عرض فئة النوت في العالم أجمعين. تتميز فئة النوت بالبداية بكبر حجم الشاشة، بدينا بالنوت 1 وكان في هناك نجاح واضح وقبول من المستهلكين على كبر على الشاشة الكبيرة. تم تكليل هذا النجاح بإطلاق النوت 2 اللي كان برضو أرقامه فاقت التوقعات، وإن شاء الله من نواجه نفس النجاح هذا ومنلاقي نفس النجاح والقبول من المستهلك بالنوت 3، لأنه تم إضافة كثير ميزات نوعية بين النوت 3 والنوت 2، غير أنه كبروا الشاشة مع المحافظة على الحجم الكلي للجهاز عن طريق الحواف. تم إضافة كتير فيتشرز وكتير وظائف وكتير ميزات مش موجودة، إضافة لميزة كتير مهمة اللي هي السعة، تم تكبيرها أو عملية مضاعفتها بالنوت 3. الجالكسي جير هو منتج جديد من سامسونج، بعد ما خلينا نحكي التفحيص أو النظر في إيش النيدز الموجودة وإيش الحاجة الموجودة عند المستهلك، بالذات في السمارت لايف اللي عم نعيشها، وجدنا إنه كثير مستهلكين عم بتركوا أجهزتهم، بالمقابل صعب كثير إنه يتركوا، فكان الحل إيجاد ساعة سامسونج الذكية اللي هي بتتمكنك من التواصل مع جهازك حتى لو عن بعد لحديت 10 أو 15 متر، إنك تشوف النوتيفيكيشن، تشوف المسجات اللي عم تجيك، تشوف التكست اللي عم تجيك أو ترد وتحكي عن طريق هاي الساعة. قدم المنظمين خلال حفل الإطلاق فقرات تعريفية عن أحدث مميزات النسخة الثالثة من جهاز جالكسي نوت يلي بيتسم بالعملية والقدرة على خوض منافسة قوية في عالم الهواتف الذكية، بالإضافة لشرح عن ميزات سامسونج جالكسي جير وكيفية التحكم بالهاتف الخلوي من خلالها. من جهتها قامت سامسونج بالإجابة على كافة الاستفسارات يلي طرحت حول أجهزتها الحديثة بشكل خاص أو الهواتف الذكية بشكل عام. لقناة رؤيا صالح قشطة.